السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه مالحه وزوينه بزاف. فهادو دي شوسون بعجين الكريب كيجيو مغيرين في الشكل وفي المذاق. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير غادي نحتاجو نصف لتر من الحليب، 250 غرام ديال الطحين، جوج معالق ديال الزيت، قبصه ديال الملح، وجوج بيضات. فبالنسبه للطريقه، في اناء غادي نوضعوا البيض، غادي نزيدو معاه الزيت، نزيدو معاه الملح، غادي نخلطو الكل حتى ينسجم لينا العناصر. مباشرة غادي نضيفو الطحين وغادي نبداو نخلطو. من بعد غادي نزيدو الحليب تدريجيا حتى يبدا يتحل لينا ديك الطحين. فكنخلطو مزيان باش الخليط ما يكونش فيه بحال شكل ديال الكويرات، باش يكون متجانس ولين. حنا كنضيفو الحليب وحنا كنخلطو بهذا الشكل هذا. فبعد ما كملنا الكميه كلها ديال الحليب، كنغطيو العجين ديالنا وكنخليوه يرتاح واحد نصف ساعه. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو اربعه البصلات مشلضين ومشحرين في نص كاس ديال الزيت حتى كيوليو على هذا الشكل هذا، اربعه المعالق كبار ديال المعدنوس، ثلاثه المعالق كبار ديال الجبلي، ثلاثه الحكاك ديال الطون مصفيين من الزيت، 100 غرام ديال الفرماج، معلقه كبيره ديال الحار، وطبيعه الحال ملح وابزار. فبالنسبه للطريقه، في اناء غادي نوضعو ديك البصله اللي شحرنا، غادي نضيفو معها الطون، نضيفو معها المعدنوس، الملح، البزار، الحار. ثم غادي نبداو نجمعو الخليط كله بديك الجبن جبلي بهذا الشكل هذا حتى كينسجم لينا الكل، وعاد كنزيدو فرماج احمر محكوك. كنخلطو الحشوه كلها وكنخليوها على جانب على ما نطيبو الكريب ديالنا. فبالنسبه للطريقه ديال الطهي ديال الكريب، فدرت واحد القصديره فوق النار، عاد حطيت فوق منها المقله ديالي حتى سخنات، خويت فيها العجين وبديت كنحرك. العجين ما خصوش يتحمر نهائيا، فغير تبدا الكريب تبدا تشد راسها خصنا نقلبوها للجهه الاخرى. فكنأكد ان العجين ما خصوش يتحمر نهائيا، الكريب خصها تبقى بيضه تماما. فكنعاودو نمسحو المقله، كنعاودو نفس العمليه، كنخويو شويه ديال العجين في المقله وكنخليوها غير تقبط راسها، كنعاودو نقلبوها للجهه الاخرى. فكنقلبوها للجهه الاخرى وكنخليوها 5 ثواني وكنحيدوها مباشره. فكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا العجين ديالنا كله. بعد ما كملنا لي كريب بهذا الشكل هذا، فكتشوفوا ان لي كريب ما محمرينش نهائيا، فهما كيبقاو بيضين مجوجوايه. فبالنسبه للطريقه باش نسدو لي شوسون ديالنا، فكناخذوا الكريب بهذا الشكل هذا وكنحطوا فيه مقدار معلقه صغيره ديال الحشوه، وكنحاولوا نسدو لا كريب غير بالاطراف ديال الاصابع بهذا الشكل هذا. نحاولوا اننا ما نوصلوش الحشوه للجوانب باش نخليو الشوسون فين يتسد. فكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا لي شوسون ديالنا كلهم. فكنظن ان الطريقه سهله وبسيطه، وهاد لي شوسون فعلا كيجيو رائعين وكيستحقوا التجربه. فكنستمروا ديما بنفس الطريقه.
فالعجين دغيا كتلصق لينا بلا ما نحتاجوا ليها لا بيض لا ماء لا طحين، فهي كتلصق بسهوله. فبعد ما كملت لي شوسون ديالي فهذا هو الشكل ديالهم، فغادي نحتاج انني ندوزهم في واحد الخليط ديال البيض والطحين ولا شابور جابونيز. فبالنسبه لا شابور جابونيز فهي متواجده في الاسواق التجاريه الكبرى. كناخذوا الشوسون ديالنا كندوزوها هو الاول في الطحين، من بعد كندوزوها في البيض، من بعد كندوزوها مباشره في لا شابور جابونيز بهذا الشكل هذا. فهذا هو الشكل النهائي ديال لي شوسون ديالنا بعد ما دوزناهم في البيض والطحين ولا شابور جابونيز، فيمكننا نحتفظوا بهم في المجمد ولا يمكن لنا نقليوهم مباشره. فبالنسبه للطريقه ديال القليان ديال هاد لي شوسون، فكناخذوا مقله كنديروا فيها الزيت حتى كتسخن وكنحطوا فيها لي شوسون ديالنا حتى كيتحمروا كياخذوا لون ذهبي بهذا الشكل هذا. كنحطوهم مباشره فوق ورق النشاف وكنقدموهم بالصحه والراحه. الوصفه ديال اليوم وصلت للنهايه ديالها، فإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم، وباش تزيدوا توصلوا بالجديد ديالي تابوناو معايا في لاشين وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس. الى اللقاء.